بالنسبة لنا الخدمة ديالنا حنا هو تنظيم رحلات في مجال اللي هو تيمتاز بواحد الخصوصية اللي هو المجال الصحراوي. بالنسبة لزاكورة تيجوها الناس الهواة ديال يعني السياحة الصحراوية، ديال السياحة الثقافية، لأنه هنايا كنعطيو واحد الطابع آخر للسياحة، بغير أن السائح كيجي باش ياكل ويشرب وينعس، وإنما هو حنا كنعطيو يعني الناس اللي بغاو يجيو يبحثوا على الثقافة، يبحثوا على هنا كاينين يعني نحوتات، كاينين نقوشات في هذا ديال مثلا ديال فم الشنا ولا ديال عيت وعزيق. الناس ايضا المتعطشين للابحاث الاركيولوجيه هنا في المنطقه، كاين لي ديسيت اللي هما معروفين عالميا، وتكتشفوا هنايا يعني مجموعه ديال الكشوفات العلميه الجديده اللي عادي الله خرجت في صحف في مجلات علميه عالميه. هذا جانب. جانب اخر ان كاين ايضا السياحه الرياضيه، الماراثون اللي كيتنظموا هنا في المنطقه كيتسمح للناس انهم يدوزوا في مجال طبيعي صحراوي متنوع، كاين القصبات، كاين القصور، كاين ايضا يعني الواحات، وايضا الناس اللي كيجيو لهنايا باش يديروا المشي على الاقدام ولا لي تريكين كما نسموا القوافل. كاين ايضا هنا يعني ركوب الخيل ورحلات ديال اسبوع اسبوعين على ظهر الخيل. بالنسبه ليبرجومون، هنايا ليبرجومون الناس كيجيو لانه كاينين ديريات، كاينين دور ضيافه اللي هي تتمتاز بواحد الطابع معماري مختلف ومتميز، وكاينين ايضا لي بيفواك اي المخيمات الصحراويه اللي الناس هنا يستطيعوا انهم يطوروا من العمل ديالهم. دابا كاينين مخيمات صحراويه يعني فاخره. بالنسبه للبرنامج تيكون برنامج متنوع، كيجي مثلا السياح اللي كيجيو للمنطقه هنايا راه في النهار، لانه كما قلنا كاين نقاط متعدده، حنا استطعنا اننا نديرو في كل منطقه، بحال في زاكوره تقدر تبات في مخيم، تقدر تبات في دار ضيافه ولا فندق، كتمشي لمحاميد كاين نفس الشيء، كاينين مخيمات، كاينين فنادق، كاينين يعني دور ضيافه اللي في المستوى الرفيع. من تما كتخرج عاوتاني للصحراء في الشقاقه ولا في عرقلي هودي في نص الصحراء اللي حدا المحاميد، راه كاينين عاوتاني نفس الشيء. يعني فاش كيجيو الناس راه كيقدروا يديروا واحد البرنامج متناسق ومتكامل حتى كيخرج في المسجد. في المسجد نفس الشيء، كاينين دور الضيافه. يعني في النهار راه كيكون زياره لعند الرحال، كتشوف الرحال كيفاش كيعيشوا، يعني الرحال كيعطيك واحد الانطباع كيفاش كان الانسان البدائي كيعيش قبل ما تكون الحضاره، وكان تنتعرفوا على الثقافه ديال البدو ديال الرحال، ثقافات ما كنهضروا على الثقافات ولا على تقاليد، فمنها يعني المساله ديال الغاسترونوم، يعني الماكولات والاطباق ديالهم. مثلا هنايا عاوتاني تنشوفوا المعمار، كاين بحال القصبه ديال الامزرو هنايا، قصبه ديال اولاد دريس، كاين قصبات كاينه ديال بني زولي، كاينه هذه ديال الله القصبات، يعني كتشوف كاينين لي ميوزيك، كاين واحد جوج ديال المتاحف هنايا اللي كتشمل مجموعه ديال يعني الاواني المنزليه القديمه، من مفروشات، من بزاف ديال الحوايج اللي كتعطيك واحد نبذه على التاريخ ديال المنطقه.